بس لو بتعنيك سموحة قال لنا هناك لما تخش مع الباب تلاتة اللي هو شارع مهجور تقريبا عند المصانع. جينا دخلنا هناك عند المصانع وقفنا بنتكلم الامن قال لنا ان نادي سموحه اتدربوا جنب الصاله فمش هينفع ان احنا نخش الماتش النهارده. طلع قرار اللي هو هيبقى من غير جمهور. قال لنا اقعدوا لو عايزين تقعدوا اقعدوا استنوا اللي هي اللعيبه لغايه ما تطلع. جينا احنا قعدنا قدام عداوه شويه كبسه المدرعتين الداخليه واحنا طبعا المدرعتين مرصوصين ورا بعض فاحنا ما خدناش بالنا بس وراهم جيش اصلا. قعدوا يضربوا قنابل وبتاع طبعا اللي جرى جرى واحنا وقفنا وبتاع. بعد كده اتفرقت المدرعات يعني اترصت على جنبين وده اللي نزل الجيش بقى نزل دور الضرب تقريبا قدام محمد فهمي الوحيد اللي كنا واقفين نتضرب. كان في خرطوش كان اه الاول ضربوا خرطوش وبتاع انا اخدت ثلاث خرطيش ومحمد فهمي اخد ثلاث خرطيش وطبعا القنابل كانت كتيره. العيال طلعوا بقى لموم العماير وبتاع دول لحقوا جروا واستخبوا. كل اللي في الشارع تقريبا اتاخد طبعا على 61 واحد كانوا معانا بقى بس دوروا طبعا الضرب بقى وبتاع واتكتفنا في الارض والرجول ضربت برجلي في رقبتي وضربت في دماغي وظهر السلاح في ظهري والجنب وبتاع. ركبنا العربيه جوه طبعا قله ادب واشتمام بالاب واشتمام بالام وبتاع وعايشين حياتهم. جه بعد كده وصلنا هناك عند المديريه نزلك عند المديريه قال لك نزل ايدك جنبك طبعا عشان التشريفه امن المركز بيضرب وعساكر الجيش بيضرب طبعا بالارتيان بقى والضرب بقى وبالدماغ وفي الوش ظبطوك لغايه ما دخلت جوه المديريه. دخلت جوه المديريه قعدتوا بقى ثلاثات مرصوصين بعد كده قعدوكوا في الحجز بعد كده جه بقى مدير الامن ايه عطف عليك بكلمتين يعني وخلاص. هو بيحسسك لو عمل معاك واجب يعني مع ان انت معمول معاك الواجب بره بس ماشي يا ابراهيم بس الحمد لله.